اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة، وأزمنةً مديدة، ونحن في خيرٍ وصحةٍ وحياةٍ سعيدة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم إن هؤلاء عبادك اجتمعوا في هذه الليلة الشريفة في هذا البلد الحرام وفي هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة، رفعوا أكف الضراعة إليك يدعونك ويسألونك ويتمنون أن تحقق أمانيهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردنا وإياهم خائبين، ولا من رحمتك محرومين، ولا عن بابك مطرودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.